يسعدني باسم جامعة الكويت أن أحييكم وأرحب بكم جميعا أجمل ترحيب، ونتشرف بزيارة المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء الدكتور مهندس محمد ناصر الأحبابي لدولة الكويت، ليحدثنا عن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفضاء. في البداية يعني أتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة الأستاذ الدكتور يعني حسين الأنصاري وفريقه الرائع على الدعوة الكريمة للمشاركة، مشاركة جامعة الكويت هذا اليوم والحديث عن برنامج الإمارات الفضاء. طبعاً هاي فرصة يعني نتشرف فيها وفرصة ذهبية بالنسبة لي، زيارة الأخوة في الكويت وبلدنا الثاني، ونحن صراحة يعني نشكر سعادة الدكتور والأخوة في الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. سوف أحاول أستغل هذا الفرصة الذهبية اليوم للحديث عن برنامج الإمارات الفضائي من باب التعريف بالبرنامج، وكذلك أيضا لتوضيح إمكانية الاستفادة من تجربة الإمارات سواء كانت في الجانب الأكاديمي أو في جانب إن شاء الله تأسيس يعني برنامج كويتي مستقبلي. طبعا الإمارات يعني ارتأت، وهذا الحمد لله نتيجة بفضل من الله ورؤية مثل ما لاحظته الشيخ زايد لما استقبل في السبعينات، يعني قبل 40 سنة تقريبا الشيخ زايد يعني كان لحديث مع رواد فضاء أمريكان اللي ذهبوا للقمر، وأتحدث عن الفضاء، وبدأت تقريبا بذرة البرنامج الفضائي في دولة الإمارات من هذا التاريخ. مكونات القطاع الفضائي في دولة الإمارات اليوم أكثر من 60 دولة عندها برامج فضائية على مستوى العالم، كذلك أيضا أكثر من 35 وكالة فضاء توجد اليوم على مستوى العالم. قبل 50 سنة كان الاتحاد السوفيتي سابقا والولايات المتحدة، ولكن اليوم دول في الأمانة في سباق على الفضاء نتيجة الامتيازات اللي يوفرها الفضاء. طبعا القطاع الفضائي لدولة الإمارات اليوم يتكون من عدة يعني محاور، واللي هي تشكل برنامج متكامل. احنا ولله الحمد يعني قطعنا شوط لا زال يعني نعتقد انها متواضع مقارنه بحجم الطموحات، طموحات عاليه ويجب ان تكون عاليه. شركه الياسات تملك يعني تقريبا 5 أقمار صناعية توفر في حلول في مجال الاتصالات. مركز محمد بن راشد كذلك ايضا عندها اقمار في مجال التصوير. عندنا في المدار اليوم 10 أقمار صناعية، وعندنا 8 أقمار صناعية في مرحلة التصنيع. عدد يعني الأقمار الصناعية الموجودة تقريبا اللي سنويا نطلقها من 2 إلى 3 أقمار على مدى تقريبا 2 سنتين اللي طافت و3 سنوات القادمة. عندنا 4 مراكز بحثية، وهذه أيضا مرتبطة في جامعات، والجامعات هي المكان الخصب للبحث خاصة في مجال الفضاء. عندنا كذلك أيضا 3 جامعات وطنية تقدم أو توفر تعليم فضائي، جامعة الإمارات وجامعة خليفة وجامعة الشارقة. حجم الاستثمارات اللي صرفت في الإمارات على القطاع الفضائي تقريبا تتجاوز 22 مليار درهم أو ما يعادل 6 مليار دولار. كذلك أيضا عندنا وكالة الإمارات للفضاء، تقريبا أول وكالة فضاء عربية أسست في عام 2014، وكذلك عندنا مهمة للمريخ سميت بمسبار الأمل، سوف أتحدث عنها ولكن إن شاء الله ستطلق العام القادم. كذلك عندنا برنامج رواد الفضاء، والإمارات أرسلت أحد أبنائها هزاع المنصوري يعني يوم الأربعاء الماضي. كذلك عندنا تقريبا اللي يعملون في القطاع تقريبا بما يعادل 1500 يعني شخص، وكذلك نسبة العنصر المواطن أو الإماراتي تقريبا حوالي 50%. أصبحت الإمارات بفضل من الله وبفضل الرؤية والخطط وعمل فريق متمكن مؤهل مركز إقليمي للفعاليات الفضائية، يعني أغلب تقريبا فعاليات فضائية اليوم تعقد في دولة الإمارات. أصبحت الإمارات اليوم عندنا 50 شركة تقدم خدمات فضائية. أحدثكم عن وكالة الإمارات الفضاء. وكالة الإمارات الفضاء يعني هي وكالة أسست في عام 2014، طبعا كان في دولة الإمارات أنشطة فضائية بدون وكالة، وهذا مو بغلط، يعني في كثير من الدول تبدأ بأنشطة فضائية وبعدين تجي الوكالة. لماذا دولة الإمارات دولة صغيرة في هذا المنطقة تفكر في الفضاء؟ هل هذا هدف يعني سلمي؟ هل هو علمي؟ هل هو عسكري؟ هل هو كذا؟ فوسيلة أو طريقة الوضوح في البرامج الفضائية هي تساهم وتساعد
داخليا واقليميا وخارجيا. هذا التشريعات اليوم اللي اصدرنا لله الحمد انها حديثه، ليست تحاكي الامس، ولكن ايضا تناقش وتمهد الطريق الى الانشطه الفضائيه القادمه، مثل اذا تسمعون عن السياحه الفضائيه، يعني سبيس توريزم، سبيس مايننج، يعني اليوم تفكر شركات ودول انها تجيب مواد من الفضاء. مشروع مسبار الامل، نحن سمي هذا المشروع طبعا بمسبار الامل، وهي مركبه علميه ستذهب الى المريخ للاجابه عن بعض الاسئله العلميه. هي ليست رحله سياحيه، وانما هو برنامج علمي من خلاله اصبحنا اليوم نتمثل في مؤسسات وفي منظمات وفي انديه علميه عالميه من خلال هذا المشروع. دوله الامارات اليوم من خلال هذا المشروع اصبحت اول دوله عربيه اسلاميه عندها مشروع استكشافي للفضاء. دوله الامارات ارتأت ان هذا المشروع هو وسيله للتعليم وللالهام، وفي نفس الوقت للحضور وتمثيل دولة الإمارات والمنطقة العربية على مستوى الخريطة الفضائية العالمية العلمية. وأتمنى إن شاء الله أن دولة الكويت أو جامعة الكويت تكون جزء من هذه الجامعات التي تستقبل هذه البيانات العلمية ويتم الاستفادة منها وإنتاج يعني أوراق علمية وكذلك أيضا يعني بحوث علمية. طبعا في مبادرة عملنا عليها بتوجيه من قيادة دولة الإمارات، وهو أنه ليس فقط التركيز على دولة الإمارات وإنما على المنطقة العربية. وهذا المبادرة هي في تأسيس تعاون أو تكتل عربي في مجال الفضاء، ولله الحمد يعني قدرنا خلال عامين تقريبا أن نجمع 11 دولة، من ضمنها طبعا دولة الكويت ممثلة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، في تأسيس تكتل عربي. الدول اليوم تشترك في الفضاء، الأوروبيين 22 دولة تشترك في وكالة فضاء واحدة. ليش؟ لتخفيف التكاليف وكذلك لسرعة الإنجاز وتقليل المخاطر. نحن اليوم عندنا مبادرة أن دولة الإمارات يعني تبنت هذا الفكر وتبنت أن احنا اليوم لا نعمل فقط لدولة الإمارات وإنما نعمل لمنطقتنا العربية ونعمل في نفس الوقت الرفع يعني قيمة هذا الأمة وكذلك أيضا خلق يعني مستقبل أفضل للشباب العربي. دولة الإمارات أعلنت تمويل قمر صناعي عربي، وهذا القمر العربي هو يعني منصة لتبادل المعرفة والخبرة بين العلماء والمهندسين العرب، وكذلك يوفر خدمات إلى المنطقة العربية. سمي هذا القمر برقم 813، 813 اختاره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدور رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات، وهو يمثل تاريخ تأسيس بيت الحكمة في العصر العباسي في عهد الخليفة المامون. بيت الحكمة يعني معروف أنه كان يجمع العلماء والمهندسين العرب للترجمة وكذلك إنتاج العلوم. الشيخ محمد يبغي من هذا القمر منصة أن العقول والمهندسين والعلماء العرب يجتمعون وينتجون قمر صناعي يفتح أبواب للتعاون. هذا القمر يمول 100% من دولة الإمارات، سيصنع في دولة الإمارات في المركز الوطني للعلوم وتقنيات الفضاء، وإن شاء الله يعني خلال 3 سنوات سيقدم خدمات في مجال البحث عن الثروات، العوامل البيئية والعوامل المناخية على مستوى الوطن العربي. طبعا محطة الفضاء الدولية هي محطة تدور حول الأرض بارتفاع حوالي 400 كيلو، يعني في بعض الأوقات صح بعد المغرب أو قبل طلوع الفجر ممكن يعني ترى بالعين المجردة، وهي أوضح جسم فضائي في الفضاء، أوضح جسم في الفضاء بعد القمر. طبعا الشمس والقمر ومحطة الفضاء هي محطة بحجم ملعب كرة القدم، تشترك فيها 15 دولة تقريبا. هي عبارة عن مختبر للأبحاث العلمية، وكذلك هي المكان الوحيد الذي يذهب إليه البشر اليوم، لا يوجد مكان آخر يذهب عليه البشر في الفضاء غير محطة الفضاء الدولية. طبعا أنا كنت في بيكنور وكان في مؤتمر صحفي للرواد الفضاء، فما شاء الله هزاع المنصوري يتكلم 3 لغات في نفس المؤتمر، أتكلم بالعربي كان يخاطبنا ويخاطب عائلته، أتكلم بالروسي يخاطب المدربين والجماعة اللي كانوا معه، وكذلك أيضا أتكلم باللغة الإنجليزية. ولكنها ليست يعني مطالب اللغة تكون يعني كبيرة، وإنما على أساس تقدر تتعامل مع المركبة الفضائية، وأيضا كذلك أيضا محطة الفضاء الدولية الجزء الروسي هو مكتوب كله باللغة الروسية، فمن شروط أنك الذهاب إلى الفضاء اليوم لازم تكون تتحدث اللغة الروسية. هزاع المنصوري سيعود إن شاء الله يوم الخميس. طبعا نتكلم عن آخر سلايد تقريبا عن التعاون الفضائي الإماراتي الكويتي. نحن اليوم فخورين أننا موجودين في الكويت، ونحن اليوم موجهين، وكذلك أيضا يشرفنا نقل خبرتنا المتواضعة وتجربتنا أيضا المتواضعة إلى الأخوة في الكويت. وإن شاء الله يعني اليوم كان وأمس واليوم كان في هناك يعني حديث
مع القائمين على الأنشطة الفضائية في الكويت، سواء كان في مؤسسات أو في جامعة الكويت. ويعني نحن اتفقنا إن شاء الله أن نعمل كفريق واحد. دولة الإمارات يعني مثل ما يعني ذكر في توجه من خلال المجموعة العربية للتعاون الفضائي، كذلك أيضا من خلال التعاون الثنائي. اليوم نحن نعمل مع جامعة الكويت من خلال فريق الدكتورة هالة على دعم القمر الصناعي الكويتي التعليمي، ونتأمل إن شاء الله أن يكون عندنا يعني مشاريع مشتركة. نحن عملنا مع بعض الدول مثل البحرين والسعودية والأردن ومصر لنقل خبرتنا المتواضعة، لا نعلم الآخرين كيف يفعلون، وإنما ننقل أخطاءنا للآخرين حتى لا يقعوا فيها. ونحن اليوم يشرفنا العمل مع الأخوة في الكويت، ونتمنى إن شاء الله أن نشوف يعني برنامج يعني كويتي مستدام متدرج، لأن المستقبل يعني للكل إن شاء الله، ومستقبل الكويت يعني تستحق أنها تتمثل على الخريطة الفضائية العالمية. أتمنى أني وصلت لكم فكرة مبسطة عن برنامج الإمارات الفضائي. شكرا جزيلا. مهندس محمد ناصر الأحبابي على هذه المحاضرة الشيقة والملهمة للحضور، وخاصة لطلبتنا وطالباتنا يعني اللي امتلأت ما شاء الله القاعة بحضورهم، وهذا الشيء يعني مشجع إن شاء الله، يدل على اهتمام الشباب بموضوع الفضاء.